الحمد لله ولي المتقين، أحق من عبد وأكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك، لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية والسر أمامه علانية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذه الأمة أعمارها قصيرة، ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، فجبر الله قصر أعمارنا وقلة أعمالنا أن أعطانا في العام ليلة. هذه الليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة الدعاء، ليلة الرحمة، ليلة المغفرة، ليلة العفو. ليلة واحدة في العام ينتظرها العابدون والمتقون والصالحون من العام إلى العام، رجاء أن ينالوا بركتها وشرفها وقدرها. ليلة واحدة خير من عبادة 1000 شهر، أي 83 عاماً و4 أشهر. عبادة خالصة بغير رياء وبغير سمعة، توضع في صحيفة المؤمن إن هو أحيا هذه الليلة بالأعمال. وأفضل الأعمال في هذه الليلة هو الدعاء، لذلك هذه ليلة الدعاء، ليلة التهجد، ليلة القيام، ليلة الذكر، ليلة الاستغفار، ليلة التوجه، ليلة الخلوة بالله جل وعلا، رجاء أن ننال الثواب والعطاء من رب كريم. هذه الليلة العظيمة أخفي علمها عن هذه الأمة رحمة أيضا من الله بنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنسيتها ولعله خير لكم، فلو علمت الأمة أي ليلة لما قامت رمضان كله إلا في هذه الليلة، كما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فهذا أيضا رحمة ليزداد العمل ويزداد الأجر من الله جل وعلا. ولذلك هي في العشر الأواخر من رمضان بيقين، ولكن أي ليلة أخفيت حتى يظل القلب معلقا بالله أطول فترة ممكنة من الزمن في هذا الشهر، هذا الشهر الكريم. أفضل الدعاء هو دعاء القرآن الكريم، ثم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما سألنا الله ما هو طالبه منا. الله ماذا يريد منا؟ لا يريد منا لا أموالا ولا أرزاقا، ولكن القرآن علمنا أن أفضل الدعاء هو دعاء الآخرة. نكرر في سورة الفاتحة كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، لا نقول ارزقنا أو عافنا، اهدنا، طلب الهداية. والجوامع من الدعاء هي التي كان يستحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. من جوامع الدعاء في القرآن الكريم أي الدعاء قليل الألفاظ ولكنه حوى معاني كثيرة، وهو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء جمع خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إيه هي الحسنة؟ مبهمة، والنكرة في السياق تفيد العموم. إيه هي الحسنة؟ دعها لله عز وجل. بعض العلماء قال الحسنة هي الهداية، وبعضهم قال هي التقوى، وبعضهم قال هي الزوجة الصالحة. قل ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الدعاء الجامع ألا تغفل في أي صلاة طلب الجنة وأن تستعيذ بالله من النار. روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا: ماذا تقول في الصلاة؟ قال: يا رسول الله، إذا صليت قلت: اللهم إني أسألك الجنة
وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة يعني الأدعية الكثيرة. وسيدنا معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة، بل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فكان يستمع ويردد. فالراجل البسيط ده بيقول له: أنا مش حافظ الأدعية، لا أحفظ شيئا مما تقول، لا أنت ولا معاذ، كل اللي بطلبه اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. وهل نحن نريد من دعائنا إلا أن يدخلنا الله الجنة برحمته وأن يجيرنا من النار؟ فهذه هي العمدة في الدعاء. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة رضي الله عنها جوامع الدعاء، وفي بعض الأدعية جاءت في السنة تعتبر من الجوامع، منها ما رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر لكل مؤمنة، لكل مؤمن ومؤمنة، أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني لما تيجي تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، شوف بقى كم أحياء وأموات، أعطاك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذه من الأدعية الجامعة. أيضا من الأدعية الجامعة ما رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا نحفظ هذا الدعاء، اجعله وردك في قيام الليل، في صلاة النافلة، كلما حزبك أمر. هذا من الدعاء الجامع الذي ما ترك خيرا ولا إلا وسألت الله منه، وما ترك شرا إلا واستعذت بالله تعالى منه. أقول الدعاء مرة ثانية على عجالة: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، يعني القريب والبعيد، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من كل خير. ده الناس اللي مش حافظة الأدعية، الأدعية كتير قوي، ما انتش حافظها، خليك في هذا الدعاء الجامع. وأسألك من كل خير سألك منه محمد عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نقطة مهمة، إيه أداب الدعاء؟ لا تدخل مباشرة على طلبك، ولكن ابدأ بالثناء على الله. ولو جعلت دعاءك كله ثناء على الله لكان خيرا، وأجبت إلى طلبك وإن لم تصرح به. يعني أنت كأنك بتكلم تلميح، ولله المثل الأعلى. ذهبت إلى رجل كريم وتقول له إيه؟ أيديك الطيبة يعلمها الناس ويذكرونك بالخير، أنت ما شاء الله أكرمك الله بالرحمة والبر والإحسان، وأنت ما طلبتش حاجة لسه ليك، أنت بتدخل عليه بالثناء بس، هو يعطيك أفضل ما تطلبه وترجوه أنت حتى وإن لم تصرح بطلبك. وهذا ما حدث. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي فسمعه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني. قال: عجلت أيها المصلي. عجلت اتعجلت، ما تخشش كده في الدعاء. عجلت أيها المصلي، إذا دعوت ربك فأثني علي. والله الله أهل الثناء والمجد، أهل المغفرة، أهل الرحمة، أهل التقوى.
وأهل أن يثنى عليه جل وعلا. قال له إذا دعوت ربك فأثني على ربك، إذا دعوت فأثني على ربك ثم صل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أثني على ربك ثم صل عليه ثم سل حاجتك ثم صل عليه، فهو أحرى أن يستجاب لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الدعاء ترتيبه الأربعة دول، تثني على الله، أثني على الله أقول يعني يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة يا عفو يا كريم. النبي قال لنا ألظوا، ألظوا يعني امسكوا فيها ورددوها كتير، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء كل شيء وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين. هو أنا كده طلبت حاجة؟ ده كله ثناء بس وكفاية. هو يعلم حاجتك، لأن الدعاء لا أعرف الله بحاجتي لأنه أعلم بأوجاعي وأعلم بهمومي وأعلم بدبيب قلبي، هو أعلم بما أريد حتى ولم أصرح. لكن أنت بتدخل على الله عز وجل من باب الثناء والعبودية والذل والافتقار والانكسار، وهذا أكبر باب يرجى منه إجابة الدعاء. فإذا دعوت فيكون بهذا الترتيب، لا تنسى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعاء وفي آخر الدعاء. ليه؟ جاء في بعض الآثار أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية المقبولة، فلو بدأت بدعاء مقبول ونهيت بدعاء مقبول فالله أكرم من أن يرد ما بينهم. أنت بديت الدعاء بشيء مقبول، لأن شيء أمر الله به وبدأ به بنفسه وثنى بملائكته وأمر به المؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبدأت الدعاء بدعاء مقبول ونهيته بدعاء مقبول، الله أكرم من أن يرد ما بينهما، فالله هو أكرم الأكرمين جل وعلا. ومن لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب، إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب، فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب، وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب، والله ما طابت الدنيا إلا بذكر الله ومعرفة الله ومجالس الإيمان ومجالس الرحمة، نعطر الحياة كما عطرناها في رمضان بالصيام والقيام. سيدة عائشة بقى نختم بهذه الدعوة، قالت له يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ علمها إيه عليه الصلاة والسلام؟ طلب عجيب. قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هو العفو بيجي إمتى؟ مش بعد إساءة؟ مش العفو بيجي عن المسيء؟ طيب إحنا في أعظم عبادتين في رمضان، نحن ما بين الصيام والقيام، وبرغم كده نطلب العفو. ليه؟ لأن عفو الله عنا أفضل لنا من عبادتنا، وإن كانت أفضل العبادات، اقتربنا من عبادة الملائكة بالنهار صيام وبالليل قيام، فعبادتين عظيمتين نحن ما بينهما، ما بين صيام وقيام، لكن عفو الله عنا أرجى عندنا، أرجى عندنا من أي دعاء. نحن نحتاج إلى العفو، لأنه إذا عفا عنك أكرمك وأسعدك وأغناك وأدخلك الجنة ونعمك، لأنك خلقت للتكريم. ابن آدم لم يخلق للإهانة ولا للعذاب ولا أن يوضع في النار مثل الحطب، إلا إذا هو اختار طريق الشيطان بنفسه فصاحب الشيطان وكان في جهة الشيطان في معاداة الرحمن، يبقى هو الذي اختار الصف والجهة التي يكون فيها. أما الإنسان في الأصل فإنه مكرم، ولقد كرمنا بني آدم. ومما قاله الشاعر رحمه الله: ومما زادني فخرا أو شرفا وتيها، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا. الأخمص التجويف اللي موجود في أسفل القدم، يعني أحط رجلي على الثريا، والثريا أبعد نجم في السماء كانت تعرفه العرب،
ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن حظى بليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.